طيب نروح لمشاركات الجماهير ونبدا مع بعض نتكلم على السؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه، مين هو نجم الاهلي في عام 2020؟ وخلاص احنا في اللحظات الاخيره من هذا العام. نبدا مع بعض، احمد سعيد بيقول اكيد مجلس اداره الاهلي. عيد محمود بيقول الشناوي ومجدي قفشه، القضيه ممكن يقصد مباراه الاهلي والزمالك في نهائي افريقيا. شادي محمد بيقول الشناوي. طيب نشوف اراء اخرى بالنسبه للاجابه على السؤال. خالد بيومي من خلال تويتر بيقول الشناوي طبعا السد العالي. ابو مصطفى بدري بيقول كابتن محمود الخطيب. اسامه فاروق بيقول محمد الشناوي. طيب نشوف اراء اخرى. اسامه فاروق قال محمد الشناوي. محمد عبد الوهاب بيقول كابتن محمود الخطيب. وجدي خفاجي بيقول ايمن اشرف والشناوي. طيب عموما دي كانت اراء ومشاركات عدد من جماهير النادي الاهلي تعليقا على السؤال اللي طرحناه في بدايه العام، السؤال الحلقه، من هو نجم الاهلي في عام 2020؟ الى هنا نصل لختام الحلقه.